بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن العنكبوت الأحمر، وليه العنكبوت الأحمر مهما بنرش أبمكتين ما بيحصلش إن هو بيتقطع من عندنا، تمام؟ وأرجو برضو أن حضرتك تسمع الفيديو للآخر عشان تقدر تكون فكرة كاملة. أي واحد ارتبط اسم العنكبوت الأحمر بالأبمكتين، تمام؟ والأبمكتين دي مادة فعالة موجودة في الفرتمك ورفاقه، أشهرهم طبعا الفرتمك، موجودة في الفرتمك ورفاقه. وأنا أعتقد شخصيا أن هي مرتبطة، أن اسم المادة الفعالة خفيف ولذيذ وحلو، وحتى المهندسين اخواننا الصغيرين حتى يعني سهل عليهم، وكل واحد ما يسأله يقول له كافح العنكبوت الأحمر بإيه، هيقول له كافحه بالأبمكتين اللي هو موجود في الموجود في الفرتمك ورفاقه، تمام؟ طيب بالنسبة ليه الفرتمك ما بيقضيش على العنكبوت الأحمر؟ هو فعلا ما بيقضيش، أيوة ما بيقضيش على العنكبوت الأحمر، وهقول لك ليه. أولا العنكبوت الأحمر طبعا احنا عارفين الأطياف بتاعته، أو بيشتغل على كمية كبيرة من النباتات، وأشهرهم طبعا حاجة زي القرعيات عموما، تمام، وخصوصا البطيخ والخيار والكنتالوب. ودلوقتي أصبحت بنشوفه بكميات كبيرة، وخصوصا في الصيف على نبات الطماطم وخلافه، تمام. وطبعا بتواجد على الفاصوليا وعمل لنا ازعاج يعني العنكبوت الاحمر. والمشكل انك انت لو ما خدتش بالك من العنكبوت الاحمر ممكن يقضي لك على بيت كامل، بيت كامل في ظرف ما فيش يعني في ظرف اسبوع، يكون قضي لك على بيت خيار مثلا، ودرجة لما تكون شدة الاضاءة عالية ودرجة الحرارة عالية، بنلاحظ الكلام ده هو في الاقطار العالية زي السعودية، وفي الاقطار اللي فيها درجة الحرارة عالية زي السعودية وزي الكويت، بلاقي يعني التحرك بتاعه والاصابة بتاعته بتنتشر بطريقة غريبة الشكل، تمام، ايا كان نوع العنكبوت الاحمر اللي موجود عندك، تمام. طيب انا دلوقتي يا جماعه ليه العنكبوت ما بيقدرش يسيطر عليه؟ لان الفرتمك حضرتك انت عندك حوالي 5 أو 4 اطوار بالنسبه للعنكبوت الاحمر. عندك الطور البيضة والطور اليرقه والحريه والافراد الكامله، تمام. الافراد الكامله، تمام. احنا لما بنرش الابمكتين، الابمكتين واللي هو موجود بصوره محترمه جدا في مركب زي الفرتمك، مشكلته ان هو ما بيقدرناش الا ما بيقدرناش على طور البيضه، تمام. ممكن بيقضى على اليرقه وبيقضى على الحريه وعلى الافراد الكامله، ولكن الرش لازم يكون غسيل بالفرتمك او الابمكتين، او انا بسميه الفرتمك ورفاقه يعني، اللي هم بيحتووا على الماده الفعاله دهيا، تمام. طيب المشكله في هنا ان البيض بتاع العنكبوت الاحمر حسب درجه الحراره ممكن من 4 لـ7 ايام هيفقس البيض، تمام. طيب انت لما رشيت قضيت على اليرقه وعلى الحريه والافراد الكامله، طبعا لا يمكن تكون نسبه القضاء على الثلاثة دول اللي هي الثلاث أطوار دول اللي هم طور اليرقة والحرية وأفراد البلغة، لا يمكن القضاء عليهم يكون بنسبة 100%، أكيد هيسيب منهم حاجات، تمام. طيب أنت قضيت على الثلاثة دول بس سبت البيض، يعني أنت حضرتك قطعت ديل الحية وسبت رأسها، تمام. إذا فسبت البيض، البيض حسب درجة الحرارة هيفقس له في حدود 5 أيام متوسط، تمام، وهيطلع يعمل لنا يرقة وحرية وأفراد بلغة، يعني القصة في حدود 15 يوم هيكون عندك الإصابة زي ما هي تاني، تمام. طيب الجماعة المصنعين او علماء المبيدات ما يعني ما وقفوش عند الحاجات ده هي، تمام، لقوا ان الابمكتين ده هو طبعا اللي بترش النهاردة بتقعد لك 7 ايام، فابتدى ناس كتير تبتدى تشتغل على مواد بتبدأ تشتغل على مواد يكون لما رشها مثلا حاجز الخيار بتكون مؤثرة على الأطوار كلها، وفي نفس الوقت برضو بيكون الفترة ما قبل الحصاد بتاعتها قليلة شوية، تمام.
فالوصية اللي أنا عايز أقدمها لحضرتك، ياريت لما ترش الأبمكتين أو تكافح العنكبوت الأحمر ما تكافحهوش بالأبمكتين بس، لأن زي ما قلت لك هو يقضلك على اليرقة والحرية والأفراد البلغة، ولكن هيسيب لك البيض سرعان ما البيض هيفقس ويكون التلاتة دول تاني اللي هم التلات أطوار تاني، وهيبدأ يعمل لك إصابة. فعشان كده تدخل معاه مواد تشتغل على كل حاجة، البيض واليرق والحريات والأفراد البلغة أو ودي طبعا موجودة وموجودة بكثرة، يمكن قد تكون غالية شوية، ولكن الحقيقة انك انت لازم تخلطها مع الأبمكتين أو الفيرتيميك أو الفيرتيميك ورفاقه. أشهر المواد اللي هي مواد فعالة بتشتغل على اليرقات البيض واليرقات والحرية والأفراد الكاملة بالنسبة للعنكبوت الأحمر، مادة اسمها السيفلوميتوفين اللي هي من أشهر المركبات بتاعتها ومشهورة جدا في الخليج وأكيد موجودة في مصر، اللي هي الدينسرابة يا جماعة. تمام، دينسرابة لو خلطتها أو رشتها بالتبادل مع الفيرتيميك أكيد هتجيب لك الأطوار دي كلها. تمام، لما تجيب لك الأطوار كلها مش هقول لك إن هي يعني هتقضي لك على الليلة كلها لا، ولكن هتوقف العنكبوت عند حده أو تديك فترة زمنية تقدر حضرتك يعني تسترد عافيتك من رشة وبين الأخرى. تمام، هتلاقي تاني مواد فعالة كتير جدا، يعني كتير جدا المواد اللي هي بتشتغل على أطوار العنكبوت المختلفة، في مادة اسمها سبيرو ديكلوفين، ودي في مبيد اسمه إجنر في بتاع شركة شورى تقريبا من زمان ما شفتكوش، والمجنيفيكو والحاجات كتير يعني. المهم النصيحة اللي عايز أقدمها لحضرتك إنك ما تستخدمش الأبمكتين لوحده في موت أو القضاء على العنكبوت الأحمر، لابد إنك تستخدم أكتر من مادة فعالة وحسب ما هو موجود في بلدك. النصيحة أقولها مرة تانية، ما تستخدمش الأبمكتين وحده في رش العنكبوت الأحمر أو الأكروسات عموما، لابد إنك تستخدم مادة تانية تكون بحيث ان هما الاثنين لما يتحطوا مع بعض يعملوا يعني دويتو كويس في ان هما يقضوا على الاربع اطوار الموجودين بتوع العنكبوت اللي هي البيضة واليرقة والحرية والحشرة الكاملة. ولما نرش الفيرتيميك ياريت ان احنا نرشه على نغرق بيه النبات، نغسل غسيل مش ان احنا رش كده وخلاص لا، وان احنا نركز دائما على السطح السفلي للاوراق، لان معظم الاكروسات بتتركز على السطح السفلي للاوراق، وقدر المستطاع ان احنا نحاول ما يكونش الزراعات بتاعتنا على الطريق، وحتى لو توجدت على الطريق يبقى بنرش مية كتير عشان يثبت الاماكن او التراب اللي هو جنب المزرعة بتاعتك. تمام، وعشان تعرف ان العنكبوت اساسا يعني بيجي نمرة واحد ليه ان هو بيجي على التراب، ان انت لو بتروي ري بالرش صعب جدا ان يجي عندك العنكبوت، وطبعا احنا زرعنا بطيخ كتير تحت الري بالرش وكان صعب جدا انه يجي العنكبوت، وحتى لو جه بيبقى على حواف الجهاز البيفوت او الرشاش وبيبقى برضو مش بالشراسة اللي هو بيبقى فيها في الاراضي الجافة او المحازية للطرق. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.